الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع استراتيجية الحوار والمناقشة درس الجار الصغير نستمع. بعد أن استمعنا وشاهدنا، لو سألت هذه المجموعة المتميزة ماذا شاهد فواز؟ دخانا كثيفا فقط. دخانا كثيفا أين؟ يتصاعد من منزلي. لازم أحدد المكان. شاهد فواز دخانا كثيفا يتصاعد من منزل جاري. ماذا فعل فواز؟ تفضل نسمع لصالح. أمه قالت اتصل بالدفاع المدني. ممتاز، اتصل بالدفاع المدني. ماذا فعل الدفاع المدني؟ أطفأ الحريق. أطفأ الحريق. عندما جاء صاحب المنزل ماذا فعل؟ شكر الدفاع المدني، فقال له: إن كان هناك من يستحق الشكر فهو من؟ فهو جارك. جارك الجار الصغير هو من يا عزام؟ من؟ فواز. الجار الصغير هو من؟ فواز. ما رقم هاتف الدفاع المدني؟ 9 9 8. ما رقم هاتف الدفاع المدني؟ 9 9 8. ممتاز. كلمة الصغير لام شمسية أم قمرية؟ شمسية. لماذا هي شمسية؟ الصغير لماذا هي لام شمسية؟ تنطق أم لا تنطق؟ لا تنطق. والصاد عليها شدة. عليها شدة. والصاد من حروف اللام الشمسية. أي نطقنا على طول على أص، ما قلنا أي. بارك الله فيك. ما مضاد كلمة الصغير؟ عكسها الكبير. هناك كلمات كانت من أهداف الدرس يا سعد أن نعرف معنى كلمة مزعورا. ما معنى مزعورا؟ يعني أسرع. ما معنى مزعورا؟ خائفا. معنى مزعورا؟ ما معنى مزعورا؟ خائفا. طيب، وعندي كلمة إخماد. ما معنى إخماد؟ ذكر يعني طفي الحريق. إطفاء.
ما معنى إخماد؟ ما معنى إخماد؟ عكس إخماد إشعال. مضاد إخماد إشعال. عندي كان 4 كلمات لازم أعرفهم أن أتذكرهم مع بعض لنحقق الهدف، وهو هنا كثيفا مزعورا إخماد مكروه. ما معنى كثيفا؟ ما مضاد كثيفا؟ قليل. طيب مكروه ما معنى مكروه؟ ها يحفظك من كل مكروه. ما معنى مكروه؟ شر. احسنت. المكروه شر، عكسه عكس شر خير، عكس شر عكس شر. مكروه يعني شر، عكسها تما مضاد كثيفا قليلا. معناها ما معنى كثيفا؟ كثيرا. طيب عاوزين بيقول لي هنا ان يحلل الطالب كلمات الهاتف. حللنا المنزل وتكسر الهاتف. اريد تلميذ يحلل لي كلمة تكسر. القلم اهو، يلا حللها لي. ايوه تكسر. يلا تكسر. هات انا امسك امسك شد. انا اكتب لك الكلمة تكسر. يلا حللها لي بقى نشوف. انتبه كان يحلل صح ام خطا. ت ت ها كس. ايوه احسنت. وبعدين س، وبعدين را. احسنت. يبقى الحرف المشدد فكيته بسكون وفتحه. بارك الله فيك. كده انا هدف. عندي كلمة الهاتف، من يحلل لي كلمة الهاتف؟ محمد تعال حلل لي كلمة الهاتف بسرعة. الهاتف، هات القلم. هذه كلمة الهاتف، يلا حللها لي. الهاتف، ها يلا يا بطل. ال بعدين احنا ما بقولكش اكتبها، بقولك حللها يعني فككها لحالها مقطع مقطع. حلل مقطع مقطع يا محمد. قال ايوه ها. ها لا تخلي الالف نايم كده، خليه واقف يا ابني. ما تخليهش نايم، لا تخليه نايم، واقف كده. ها وبعدين تي، وبعدين كمل. طيب تعال يا سعد حللوا كلمة صح يا سعد بسرعة. ما ينفع الحرف القصير مع القصير يا محمد، وما عملت فواصل بين الكلمات بين الحروف. تفضل اعطي له يا سعد التحليل الصحيح. اضغط على القلم جامد. يلا سعد القلم كده يا سعد. ال ها يلا يا سعد. ال وبعدين ها ها خد. ال ها وبعدين تي وبعدين في. يبقى المقطع القصير يا محمد لحاله،
المقطع الساكن، المقطع الطويل، مقطع قصير، مقطع قصير. خلاص. الهاتف. تعال يا عبد الله بسرعه. يا عبد الله خذ يا حللنا كلمه الهاتف. المنزل كتبناها قبل كده وتكسر. حلل لي كلمه الهاتف ثاني يا عبد الله. لما نشوف عبد الله كان صاحي ولا ها ال ها وبعدين ممتاز. التالي حلها تي وبعدين في. كله شافها يبقى عرفنا معنى كلمة كثيفا ومزعورا وإخماد ومكروه. حللنا كلمات الهاتف والمنزل وتكسر. ونستخرج المدود من هذا كله. اجلس مكانه. اجلس مكانك. اجلس مكانك. اطلع يا عبد المحسن بسرعة. قل لي هذه الكلمة ما نوع المد بها؟ ما نوع المد بها؟ ما نسمع شيء. مد بالالف. خلي صوتك واضح كده. مد ايه؟ اين هو؟ ضع يدك علي. هذا ليس مد يا عبد المحسن. يا عبد المحسن الألف في بداية الكلمة لا يكون مدا. أيوه. فا لكن الألف الأول ده همزة وسط. تعال يا وسام بسرعة. ها ما نوع المد في هذه الكلمة؟ مد يا. وما الحرف الممدود؟ الراء. بارك الله فيك. طيب تعال يا راهي بسرعة. يا راهي يا راهي يا راهي قل يا راهي ما نوع المد في هذه الكلمة؟ خلي بالك كان فينا مد. أيوة ماذا المد؟ ما نوع المد هنا؟ هنا مد بالالف. هذا تنوين بالفتح يا مراه. ها مذعورا. انا قلت لك اطلع برا. المد سالتك بس الراهي. ما نوع المد؟ الحرف اللي انا طولته هنا هو ايه؟ ما بقول اللي طولته. ها يعني انت طولت الراء. بقول رن كده طولتها. قول له وفاء. قول له وفاء. تعال وفاء قول اقرا له الكلمه كده. مزعورا. طولت العين بالواو شديته بالواو. يبقى ده اسمه مد ايه؟ مد ايه؟ ليه؟ ودايما المد بالواو يكون قبله الحرف اللي عليه اللي قبله عليه ايه؟ عليه ضمه. عليه ضمه. اجلس يا راهي. زعلان منك يا راهي. صالح تعال يا صالح بسرعة يا صالح. ها ما نوع المد هنا؟ واحد يقول لي ده مد بالواو وانت قلت لي مد بالالف. لماذا هي مد بالالف؟ لأنه اللي جنبها إذا كانت ضمة تصير فوز. لكن هنا ما في ضمة يبقى ما فيش مد بالواو. ولكن هنا الالف قبله ايه؟ فتحة. يبقى مد بالايه؟ يعني ها يعني الفاء مع الواو والواو زدنا عليها. ايوه فو واز مد بالالف. طيب يا ابطال عرفنا ان هذا الدرس كان به حريق. من الذي اخمد الحريق؟ الاطفاء. رجال الاطفاء. رجال الاطفاء. رجال الاطفاء. ما معنى كلمة كثيفا؟ كثيرا. ما معنى مزعورا؟ خائف. ما معنى إخماد؟ إطفاء. وعكس إخماد؟ إشعال. إشعال. وما معنى كلمة مزعورا؟
عكسها ايه؟ حد يعرف؟ عكس خائف مذعور. لا، مطمئنا. مضاد مذعورا، مضاد مذعورا. وقلنا كلمة مكروه معناها شر، شر، وضدها خير. شكرا يا أبطال.